بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تعزيه ومواساه لفخامة فخامه الرئيس برناب مخرجي رئيس جمهوريه الهند الصديقه وذلك بضحايا حادث خروج احد القطارات عن مساره في ولايه اوتار براديش بجمهوريه الهند عبر سموه فيها عن صادق تعزيه ومواساته لفخامته ولاسر الضحايا والشعب الهندي الصديق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين الى كل من معالي السيد محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي ومعالي السيد ناريندر مودي رئيس الوزراء الهندي.